أهلا بكم. ما دلالات مداهمة قوات حكومية في العراق مؤلفة من 40 عربة مدرعة مقرا لميليشيا حزب الله في منطقة الدورة جنوبية بغداد لتعتقل عددا من عناصر الميليشيا تقدر بنحو 23 عنصرا مع خبير إيراني، وتصادر منصات لإطلاق صواريخ كاتيوشا؟ وما هي تداعيات وارتدادات التوتر بين حكومة الكاظمي والميليشيات، وخاصة التي استهدفتها القوات الحكومية بالمداهمة والاعتقال، وهي ميليشيا أصحاب الكهف وعصبة الثائرين وميليشيا حزب الله وجند سليماني؟ وما دلالات الانتشار العسكري للميليشيات في شوارع بغداد وتطويقها مقرات حكومية في المنطقة الخضراء؟ وماذا بعد تهديدها الكاظمي بصورة مباشرة واتهامها له بالمشاركة بقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس؟ صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت أن هذه المداهمة جاءت بضغوط من واشنطن التي تريد التزاما قويا من حكومة الكاظمي بالقضاء على مصادر تهديد السفارات الأجنبية والمواقع العسكرية الأمريكية في العراق. فهل هي ضغوط أمريكية ودعم من واشنطن فعلا؟ كيف ستكون ردة فعل النظام الإيراني الذي يدعم نفوذه المتمثل بهذه الميليشيات التي تسيطر على المشهد العراقي برمته؟ وماذا يعني أن يقوم من جاء بتوافقات الأحزاب بوصف ميليشياتها بالعصابات وقطاع الطرق وأصحاب النفوذ؟ سنضع مشاهدينا الكرام تحت الضوء دلالات التوتر بين حكومة الكاظمي والميليشيات وأسبابه وارتداداته وتداعياته في ضوء المستجدات الحالية على الصعيدين السياسي والأمني. نشاهد بداية هذا التقرير، كونوا معنا. قوات حكومية مؤلفة من نحو 40 عربة مدرعة تداهم مقر لميليشيا حزب الله في الدورة جنوبية بغداد لتعتقل عددا من عناصر الميليشيات وخبيرا إيرانيا، وتصادر منصات لإطلاق الصواريخ فضلا عن أسلحة مزودة بكاتم للصوت بحسب مصادر أمنية، في تحرك أثار حفيظة الميليشيات الموالية لإيران التي تسيطر على المشهد في العراق برمته. مصادر حكومية قالت إن العملية استهدفت ميليشيا أصحاب الكهف وعصبة الثائرين ومقرين تابعين لميليشيات حزب الله وجند سليماني، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين بلغ 23 عنصرا من بينهم إيراني بحسب وكالة رويترز. الميليشيات انتشرت في شوارع بغداد مستعرضة بعددها وعتادها، وتوعدت وهددت الكاظمي شخصيا، فقد وصف المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله المصنفة كمنظمة إرهابية أبو علي العسكري، وصف الكاظمي بالمسخ الذي أراد خلط الأوراق، متهما إياه بالمشاركة في قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس. ثانية. قادته عناصر الميليشيات ومن بينهم عبد العزيز لحمياداوي الملقب بأبو فدك وأبو زينب اللامي وقيس الخزعلي قاموا بتطويق مقرات حكومية في المنطقة الخضراء في دليل واضح على هيمنة الميليشيات ونفوذها في العراق. زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي هدد بإحداث فوضى ردا على اعتقال عناصر من ميليشيا حزب الله، واصفا المداهمة بالحدث الخطير. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت أن المداهمة التي استهدفت عناصر ميليشيا حزب الله ببغداد جاءت بضغوط من واشنطن التي تريد التزاما قويا من حكومة الكاظمي بالقضاء على مصادر تهديد السفارات الأجنبية والمواقع العسكرية الأمريكية. من جانب آخر، فإن الميليشيات تتسبب بخسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً بسبب سيطرتها على إيرادات المعابر والمنافذ الحدودية بحسب رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي الذي سماهم بالعصابات وقطاع الطرق وأصحاب النفوذ، مع أن الكاظمي جاء بتوافقات تلك الأحزاب وميليشياتها. أرحب بضيوفي الكرام. ضيفي في الأستوديو الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية في إسطنبول رسم. مرحبا بك أستاذ حاتم الفلاحي. وأرحب بضيفي من الدوحة عبر سكايب الأستاذ إياد الدنيمي الكاتب والصحفي العراقي. أستاذ إياد الدنيمي مرحبا بك. حياك الله يا أهلا. وأرحب أيضا بضيفي
من عمان عبر سكايب الأستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ حاتم الفلاحي، نبحث بداية عن متابعتك لما يجري، يعني الدوافع والأسباب التي جرت في العراق، أسباب التوتر ما بين حكومة الكاظمي والميليشيات، كيف تابعتها؟ نعم، بداية مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة الوضع في العراق يزداد تعقيدا يوم بعد آخر، يعني بسبب التدخلات الخارجية التي تذكي الصراع الداخلي العراقي في الداخل لمصالح خارجية وليس لمصلحة العراق، وبالتالي تعتبر هذه الأجندة التي تنفذ الآن في العراق هي رهن لأجندة خارجية ترتبط بإيران وترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا تصب في مصلحة العراقيين لا من قريب ولا من بعيد. في الفترة الماضية وخاصة بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس في 3 يناير كانون الثاني، أصدر البرلمان العراقي بضغط من الميليشيات قرارا يقضي بخروج القوات الأجنبية من العراق. نعم. وصدر هذا القرار في يوم 5 من كانون الثاني، أي بعد يومين من حادثة الاغتيال أو القتل لسليماني أبو مهدي المهندس. وبعد ذلك خولوا الحكومة بإجراءات إكمال خروج القوات الأجنبية من العراق. وافقت الولايات المتحدة الأمريكية بعد طلب حكومة تصريف الأعمال التي كان يديرها عادل عبد المهدي، ووافقت على أن يجري حوار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق لغرض أولا خفض التصعيد ما بين البلدين، وثانيا الاتفاق على إجراء جولة من المباحثات لترتيب العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الميليشيات أو ما بين الحكومة العراقية. وبالتالي ترى الميليشيات بأنه قرار إخراج القوات الأمريكية هو قرار برلماني، وبالتالي يجب على هذه الحكومة التي هي حكومة الكاظمي أن تعمل على إخراج القوات الأمريكية باعتبار بأن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة للميليشيات ومسألة خروجها من العراق. ولكن ما جرى في الحوار الاستراتيجي بأن حكومة الكاظمي ترى بأن أولويات الحكومة هي ليست إخراج القوات الأجنبية، وإنما هناك ملفات ساخنة جدا في العراق يجب أن تعالج ويجب أن تواجه، مثلا الأزمة الصحية، الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالعراق والتي تهدد النظام السياسي بشكل كامل، إضافة إلى الملف الأمني والعودة بتهديدات تنظيم الدولة مرة أخرى إلى العراق. وبالتالي لم تناقش حكومة الكاظمي مسألة خروج القوات الأمريكية من العراق، مما سبب إشكال كبير جدا بالنسبة لهذه الميليشيات التي ترى بأنها هي صاحبة الكلمة العليا في العراق، وهي من ترسم الإطار الخارجي لسياسة الدولة، وهي من تفرض سطوتها بقوة السلاح وتفرض إرادتها السياسية في مسألة تشكيل الحكومة وفي رسم السياسات حتى الخارجية بالنسبة للحكومة. لذلك قامت خلال الفترة الماضية بتصعيد العمل العسكري، خصوصا بعد يوم 10 و11، حيث كانت صواريخ الكاتيوشا تنطلق من مناطق متعددة من بغداد لتضرب أهداف بالنسبة للسفارة الأمريكية وبالنسبة للمنطقة الخضراء وبالنسبة لمطار بغداد الدولي وقاعدة التاجي. فلذلك توعد الكاظمي بأنه أو أعطى وعود في الحوار الاستراتيجي بأنه سيعمل على حماية القوات الأجنبية والقوات الأمريكية في العراق من الضربات الصاروخية التي يمكن أن توجه لها. ما حصل في العراق هو عبارة عن تقاطع أجندة ما بين هذه الميليشيات التي ترى بأنها هي صاحبة الكلمة الفصل في العراق، وما بين حكومة الكاظمي التي تريد أن تستعيد القرار السياسي أو القرار الأمني في العراق ولو بإجراءات يعني روتينية أو استعراضية كما يقال. لماذا استعراضية وصفتها؟ لأنه لا يستطيع الكاظمي لن يستطيع أن يواجه هذه الميليشيات التي سيطرت على مفاصل حيوية ومهمة في الدولة العراقية، وبالتالي مواجهة هذه الميليشيات يقتضي استخدام القوة، واستخدام القوة بمعنى أن تكون هناك مواجهة وحرب داخلية ما بين الجانبين، علما بأنه جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية هي مخترقة من قبل ميليشيات الحشد الشعبي بشكل كبير جدا، والكثير من هذه الجهات هي توالي هذه الميليشيات سواء بصورة ظاهرة علنية أو بصورة سرية، وبالتالي سيواجه إشكالات كبيرة جدا، علما بأنه الوضع العراقي بصورة عامة لا يحتمل أن يكون هناك صراع في هذه الفترة التي تهدد بزوال النظام السياسي. هناك حراك شعبي لا زال مستمر لهذه اللحظة، هناك أزمة صحية تعصف بالعراق، ونرى بأن هناك فشل كبير جدا في مسألة
مواجهة هذه الأزمة، بحيث اليوم منظمة الصحة العالمية تقول بأنه الفيروس خرج عن السيطرة في العراق. نعم. إضافة إلى الأزمة المالية بحيث الحكومة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين. إذن هناك أزمات كثيرة معقدة، هناك إشكالات كبيرة جدا، وبالتالي عندما نأتي الآن لفتح جبهة أخرى، تفتح جبهة أخرى مع هذه الميليشيات، أنا أعتقد بأنه نحن سنذهب إلى الفوضى بوقت مبكر جدا بالنسبة لحكومة الكاظمي وهذه الميليشيات. نعم، أرحب مرة أخرى بالأستاذ إياد الدليمي الكاتب والصحفي العراقي، انضم معنا من الدوحة عبر سكايب. أستاذ إياد، يعني إلى أي مدى ترى أن هذا ما جرى في العراق ويجري هو تقاطع في الأجندات ما بين الأجندة أجندة الميليشيات في العراق والأجندة الأمريكية؟ بداية تحية لك وضيوفك الكرام والمشاهدين قناة القاهرة. بالتأكيد هو التقاطع واضح والتقاطع ليس بجديد، والتقاطع يعني منذ أن بدأت بعض الحكومات تتململ بضغط أمريكي أو بضغط دولي من سيطرة هذه الميليشيات. قبل قليل استمعنا وشاهدنا عملية إطلاق سراح المعتقلين من عناصر الميليشيات، يقال أن هناك ثلاثة فقط تم التحفظ عليهم. أعتقد أن ما أقدمت عليه حكومة مصطفى الكاظمي كان مواجهة مبكرة لا يراد لها أن تجري الآن، ولكنها جرت. هو حاول في لحظة معينة أن يتفادى ما كان يمكن أن يقع بربما بخسائر أكبر. القوات الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت السيد مصطفى الكاظمي أن هناك قوة تحاول وستقوم بتنفيذ عملية لقصف السفارة والمطار. أما أن تتحرك وتعتقلهم أو أننا سنقوم بضربهم، وأعتقد أنه اختار الخيار الأول لأن هذا الخيار ربما هو أخف الضرر. هناك رغبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية فعلا لقصقصة أجنحة هذه الميليشيات المنتشرة في العراق والتي تسيطر على القرار السياسي والسيادي وحتى الاقتصادي في العراق. هذه الرغبة متأتية من أن هذه الميليشيات باتت عائق، وعائق كبير جدا أمام أي تقدم للعملية السياسية التي يبدو أنها وصلت إلى نهاياتها من خلال المظاهرات التي شاهدناها منذ 20 أكتوبر الماضي. هذه المظاهرات التي كانت أشبه بالتصويت ليس على حكومة معينة ولا على شخوص ولا على أحزاب، إنما كانت تصويتا شعبيا واستفتاء شعبيا على العملية السياسية. هذه العملية السياسية وصلت إلى منتهاها، بدأت تختنق، بدأت تعيش ربما اللحظات الأخيرة، بالتالي كان لابد من عملية لتنفيذ هذا الاحتقان. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا منذ اللحظة الأولى التي تم تشكيل فيها حكومة السيد مصطفى الكاظمي أن هذه الحكومة يجب أن تعمل على هذا الملف تحديدا، ملف يعني قصقصة نفوذ والميليشيات المتواجدة في العراق، وهي بالتأكيد معروفة أنها ميليشيات، الأغلب منها والأقوى منها هي الميليشيات الولائية التي تدين بالولاء للولي الفقيه في إيران. هذه الميليشيات التي شكلت حجر عثرة إلى اللحظة في أي عملية تشكيل حكومي يمكن أن يأخذ العراق إلى بر الأمان. بالتالي كان هناك أمام السيد مصطفى الكاظمي خيارين، أما خيار اعتقال هذه المجموعة ومن ثم إخراجهم بالطريقة التي خرجوا منها قبل قليل وهذا أخف الضرر، أو السماح للقوات الأمريكية بقصفهم، وبالتالي ربما يعني سنذهب إلى مواجهة مبكرة لا يراد لها أن تجري الآن. ولكن بالمطلق أن السيد مصطفى الكاظمي يعني حكومته يعني لا تملك القدرة ولا القابلية على أن تذهب بعيدا في مواجهتها مع هذه الميليشيات. السيد مصطفى الكاظمي جاء بتوافق قوى وأحزاب في الكثير طيب منها لديه ميليشيات مسلحة. ابقى معي أستاذ إياد. نعم ابقى معي أستاذ إياد، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب مرة أخرى بالأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، ينضم معنا عبر سكايب من عمان. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبضيوفكم الكرام. أستاذ عبد القادر، يعني ضيفي الكريمان قالوا بأن حكومة الكاظمي غير قادرة على مواجهة الميليشيات، وإن كان هناك تقاطع ما بين أجندة الميليشيات والأجندة الأمريكية. الصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية يعني تحدثت عن هذا الموضوع، المداهمة في العراق جاءت بضغوط من واشنطن، يعني هي تريد التزاما قويا من حكومة الكاظمي بالقضاء على مصادر تهديد السفارات الأجنبية وكذلك المقرات والمواقع الأمريكية في العراق.
يعني إلى أي مدى تتفق بأن حكومة الكاظمية غير قادرة على مواجهة الميليشيات وغير قادرة أيضا على الالتزام بما تريده واشنطن منه؟ من المعلوم تماما أن الكاظمية والميليشيات وجهتان لعملة واحدة، وبالتالي لا يوجد هناك في أجندات الكاظمية أو حكومته عملية مواجهة أو عملية تقليم أظافر أو تحديد نفوذ للميليشيات مطلقا. بالتالي هو كان داعما لها عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات، واليوم هو جاء برضا من خلال هذه الميليشيات، لأن إيران أرادت أن تكسب مرحلة وقت لانتظار الانتخابات الأمريكية القادمة لما يحدث الآن من عمليات صراع لإبقاء الأمور في العراق على ما هي عليه من زيادة النفوذ الإيراني بالكامل واستخدام العراق بوابة وحديقة خلفية لإنهاء الحصار الذي فرض على النظام الإيراني. بالتالي الكاظمي داعم للميليشيات بكل أطرها، وبالتالي معلوم تماما أنه حقيقة لبس سترته في زيارته الأخيرة، لذلك لا توجد هناك أي مقومات لحكومة الكاظمي في عملية استهداف الميليشيات. التحالف الدولي، إذا ما كنا نقصد عملية الدورة، فإن التحالف الدولي أو الأمريكان على وجه الخصوص هم من حددوا الهدف، وبالتالي هم من قدم دعما لوجستيا، لأن هناك صواريخ معدة لضرب أهداف مهمة، منها المطار العسكري في مطار بغداد الدولي، ومنها السفارة الأمريكية أو مقرات داخل السفارة الأمريكية. لذلك حقيقة جرى التحرك، لكن الولايات المتحدة لا تريد أن تظهر أمام العالم أنها هي من تتحرك على أرض العراق باعتبار سيادة وما إلى ذلك، وأنها دائما تلتزم بهذا الكلام إعلاميا أمام الأمم المتحدة ودول العالم. فبالتالي تم تسويق جهاز الإرهاب ومصطفى الكاظمي، ومن هنا جاءت عملية استثمار واستغلال الميليشيات لهذه القضية من أجل حقيقة تبادل أدوار بينها وبين الكاظمي، من أجل تسويق الكاظمي على أنه عدو الميليشيات والمحور الإيراني، لكسب عملية قبوله لدى الإدارة الأمريكية، والغاية الأساسية فقط هو لاستجلاب الأموال العراقية الموجودة في البنك الفيدرالي الأمريكي لما آلت إليه الأمور من انهيار اقتصادي كبير في العراق. وهذه الأموال إن دخلت العراق بالتالي سيكون المتربح الأساسي منها إيران من خلال التجارة والتبادل التجاري الذي أصبح بالمليارات، ثم الميليشيات هي جاهزة لأنها تسيطر على كل ملفات الدولة. بالتالي ما يجري الآن مسرحية كشفت حقيقة بإطلاق سراحهم، وقد حذرت الولايات المتحدة من إطلاق سراح هؤلاء، لكن الكاظمي بالتأكيد هو خيار إيران فاختار هذا الطريق. ما يحدث عملية حقيقة كسب ود التحالف الدولي والصفقات التي ربما الكاظمي تعهد بها هي كلها مسألة ذرة رماد في العيون. نعم واضح. وإلا لو كان الكاظمي يريد تقليل نفوذ الميليشيات في العراق أو أن حصر السلاح بيد الدولة كما يقول، لذهب باتجاه إجراءات فعلية قانونية. اليوم الكاظمي قدم نفسه، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن اليوم التسويق الإعلامي أن الكاظمي ذهب بعملية ضد الميليشيات، إذا الكاظمي يحمي التحالف الدولي، الشعب العراقي الذي يعيش تحت وطأة وإرهاب هذه الميليشيات من يحميه؟ أليس هو المفروض رئيس الحكومة؟ بالتالي لم يقدم أي إجراءات حكومية لتقليص هذه الميليشيات، سواء بغلق المكاتب الاقتصادية التي تدر مليارات الدولارات على الميليشيات في الموصل والأنبار والمنافذ الحدودية بطريقة بشعة، أو الكاظمي لم يذهب إلى إنهاء سجن لا قانوني، سجن الفيصلية في الموصل الذي يحتوي على 3000 امرأة معتقلة بقيادة ورعاية لواء 30 للحشد، وقدوا الذي يرأس هذا اللواء عليه مذكرة قبض، يعني شخص مطلوب للعدالة يلقي القبض ويعتقل بالناس. ابقى معنا. هذا الأساس حقيقة الكاظمي لم يكن في أجنداته حتى الذهاب إلى جوف الصخر أو التفكير أو التفاوض مع القوى الإيرانية. بالتالي من اللحظة الأولى كانت القضية حماية هذه الطبقة أو الميليشيات وتحديد حزب الله، أما الأسماء الذي يجري تسويقها الثائرون وغيرها كلها أسماء وهمية الأصل فيها هي حزب الله. الكاظمي كان دوره حماية هؤلاء الذين تم اعتقالهم، بدليل طيب سعد القادر يقول مذكرات قضائية لم يفصح إلى الآن من هؤلاء الأسماء المعتقلين، أسماءهم لم يكشف للشعب العراقي، من هو الضابط الإيراني الذي جرى اعتقاله معهم، ما هي الصواريخ، ما هو المبرز الجرمي
الذي من خلاله المفروض أن تظهر صور. طبعا هناك بيان صادر أستاذ عبد القادر. الصواريخ صناعة الصواريخ. إيه نعم في هذه النقطة. يعني تصور لماذا في أمور نعم. أخرى يتم في قنواتهم الحكومية إظهار الناس ربما الأبرياء نعم. التي تنتزع منهم الاعترافات ويظهرون بالتالي يكشفونهم للشعب العراقي ويسوقون عليهم الأكاذيب. طيب. هذه عملية واضحة تماما لماذا لم تكشف؟ هذا كله حقيقة. واضح استاذ عبد القادر ساعود اليك مره اخرى ابقى معي لو سمحت. بالعوده اليك استاذ حاتم يعني هناك بيان صادر عن قياده العمليات المشتركه في العراق ذكر ان المداهمه والاعتقال ومصادره الصواريخ وحتى مصادره اسلحه يعني مزوده بمواد كاتمه للصوت او كاتم للصوت يعني لمنع تنفيذ عمل ارهابي يعني ضد مواقع الدوله. هناك الكثير البعض يرى من يعني بعض المراقبين والمحللين العسكريين يرون أن هناك هفوات كثيرة في هذا البيان، كيف تابعتم هذا البيان؟ نعم بداية دعني أقول أني أتفق مع دكتور عبد القادر فيما ذهب إليه في جزء من التحليل نعم. وأختلف معه في الجزء الآخر. يعني الكاظمي هو متهم من قبل هذه الميليشيات بمسألة تقديم تسهيلات ومعلومات إلى القوات الأمريكية في قتل أبو مهدي المهندس وسليماني في 3 يناير كانون الثاني، وبالتالي هناك إشكال سابق ما بين هذه الميليشيات وما بين الكاظمي. مسألة مجيء الكاظمي إلى الحكم أو إلى رئاسة الوزراء كان ضمن صفقة إيرانية أمريكية، وهناك تسريبات كثيرة على هذه الصفقة بأنه جرت، والدليل على هذا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لحكومة الكاظمي بتمديد عقود الغاز والكهرباء مع إيران. في السابق كانت العقود لمدة سنة، الآن تم التوقيع لمدة سنتين قادمة، وبالتالي هناك اتفاقات كثيرة جدا منها إطلاق بعض الأموال الإيرانية في البنوك الأوروبية، وكذلك سحب صواريخ الباتريوت من السعودية والسماح للسفن الإيرانية بنقل النفط إلى 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 إحدى الدول في أمريكا الشمالية. وبالتالي نحن نتكلم عن صفقة أمريكية إيرانية جاءت بالكاظمي إلى سدة الحكم في العراق. ولكن لا بد لنا أن نقول بأنه ما يجري في العراق الآن، أولا أن هذه الميليشيات هي سلاح، هذه الميليشيات هو مغطى بغطاء قانوني موجود ضمن الدولة، وهي موجودة ضمن الحكم في العراق منذ عام 2014، لديها تخصيصات في ميزانية العراق ولديها أيضا إمكانية للتسليح وشراء الأسلحة وما إلى ذلك، ولديها قانون صدر في عام 2016-2017 يعطي الغطاء القانوني لهذه الميليشيات، وهذه الميليشيات أصبحت جزء من منظومة القوات المسلحة العراقية، وبالتالي يجب أن تأتمر بإمرة الحكومة. ولكن الذي جرى في مسألة تشكيل حكومة الكاظمي بأنه سمحوا بتمرير هذه الحكومة مقابل إملاءات وشروط عملتها عليها إيران بأن النفوذ الإيراني يجب أن يكون محفوظ في العراق، إضافة إلى أن هذه الميليشيات يجب أن تكون على ما هي عليه، والدليل بأنه الخزعلي عندما خرج في التصريح قال بأنه يمكن لك أن تتكلم أو تعمل في مسألتين، مسألة إجراء انتخابات مبكرة، والمسألة الأخرى هو أنك تواجه الأزمة الصحية والأزمة المالية، أي أنها هذه الحكومة جاءت بمقاسات هذه الميليشيات وباتفاقات مع إيران وباتفاقات مع هذه الميليشيات. مسألة وصول الكاظمي إلى سدة الحكم انقلب على قسم من هذه الاتفاقات، فجرت هذه الإشكالات التي جرت. عندما نتكلم الآن على مسألة البيان الذي صدر من قبل العمليات المشتركة، هذا البيان هزيل جدا، يبين ضعف الحكومة في إجراءاتها ضد هذه أولا هم يتكلمون عن أشخاص حتى لا يسميهم إرهابيين البيان، ولا يعني عندما تأتي وتجد منصات لإطلاق الصواريخ وصواريخ كاتيوشا وصواريخ أرض لونة وغيرها من الأمور، يعني يجب أن تكون هذه المجاميع وفي العاصمة بغداد وضمن هذه ضمن تشكيلات وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقيادة قوات بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب، ثم تقول مجموعة من الأشخاص حتى لا تسميهم إرهابيين. هذا بمعنى أنك لا تريد الاصطدام مع هؤلاء، وبالتالي عندما يتم إطلاق سراحهم أو عندما تستعرض هذه الميليشيات بأسلحتها وتستعرض وتسيطر وتحاصر بعض المقرات في الجادرية وفي المنطقة الخضراء، إذن هذه الميليشيات تعمل خارج إطار الدولة، وبالتالي لا سيطرة للدولة على هذه الميليشيات.
هناك إشكالات كبيرة جدا في مسألة التعامل. يعني عندما نتكلم عن هذه الميليشيات نحن لا نقول بأن هذه العملية هي محدودة في الوقت وفي زمان معين، لأنه لو كان الكاظمي يريد أن يقوم بإجراءات حقيقية لكانت الإجراءات على مسألة نزع سلاح هذه الميليشيات، تحديد هذا السلاح أيضا، لأن هذا السلاح منفلت بشكل كبير جدا، عدم تدخلهم في الأمور السياسية. يعني يجب أن يختار إما أن يكون مع الميليشيات وإما أن يكون مع 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 التوجه السياسي الموجود في البلد. هناك إشكال حقيقي في مسألة التعامل مع هذه الميليشيات. هناك مكاتب اقتصادية خارج سيطرة الدولة، هناك إشكالات بالنسبة لهذه الميليشيات تسيطر على مناطق كاملة وترفض الخروج من عندها. إذا نحن لا نتكلم عن إجراءات كاملة لحكومة المالكي لمواجهة هذه الميليشيات، وإنما نتكلم عن عملية محدودة حاول الكاظمي من خلال هذه العملية أن يثبت للولايات المتحدة الأمريكية التي سيتوجه إليها في تموز بأنه شخص يمكن أن يكون موثوق للولايات المتحدة ويمكن أن يشكل شريك للولايات المتحدة في الفترة المقبلة، مقابل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حكومة المالكي ماليا واقتصاديا وسياسيا للخروج من الأزمات التي تلم بالعراق خلال هذه الفترة. نعم أستاذ إياد، في رد فعل إيراني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تحدث وقال أو اعتبر أن قيام قوات عسكرية بمداهمة مقر لميليشيا كتائب حزب الله في العراق ومصادرة صواريخ وأسلحة ما هو إلا شأن عراقي، ماذا يعني ذلك؟ هل هو تخلي إيراني عن الميليشيات في ظرف ما؟ بداية إيران تسعى إلى أن تظهر بمظهر من لا يتدخل بشؤون العراق. إيران دائما من خلال خطاباتها الرسمية تحاول أن توحي للمجتمع الدولي بأن الشأن العراقي شأن عراقي، إيران لا تتدخل به، وهي تدرك جيدا أن هناك أدوات قوى وأحزاب وميليشيات تدين لها بالولاء سواء الديني أو السياسي أو حتى الاقتصادي قادرة على أن تفعل ما تريده إيران. بالتالي فإيران تحاول أن تظهر بهذا المظهر. لكن نعود لمسألة أخرى، موضوع هل إيران يمكن أن تعطي فسحة لحكومة الكاظمي لقصقصة نفوذ بعض الميليشيات في المرحلة المقبلة في العراق في إطار ربما محاولة تمضية الوقت أو تمحية الوقت وصول الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل؟ أعتقد أن هذا السؤال مهم ويجب أن يطرح. ما شاهدناه من عملية في الدورة لقوات مكافحة الإرهاب ضد ميليشيات حزب الله وعفواً إطلاق سراحهم هذا اليوم، تقديري أنها جاءت بنتائج عكسية على حكومة مصطفى الكاظمي. بالعكس اليوم ظهرت الحكومة بأنها حكومة ضعيفة جداً، حكومة غير قادرة على أن يعني حتى عملية محدودة بهذا الشكل لم تستطع أن تديرها بالطريقة التي يمكن أن تقدم نفسها للشارع العراقي ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية التي سيزورها المصطفى الكاظمي الشهر المقبل، على أنها حكومة قادرة على التعامل مع هذا السلاح المفلت. لكن يمكن في لحظة معينة أن نتصور أن إيران ربما تتخلى عن بعض هذه الميليشيات وربما بعض قادة هذه الميليشيات إذا ما شعرت أن هناك رغبة أمريكية لقصقصة أجنحة هذه الميليشيات وهذا النفوذ المتغلغل. يعني هل هذا معنى ذلك أن إيران تخلت عن قاسم سليماني؟ كل شيء وارد طبعاً. الإيرانيون أناس براغماتيون يقرؤون السياسة بشكل جيد، يفهمون الاستراتيجية بشكل يحسدون عليه بصراحة، بالتالي كل شيء وارد. الإيرانيون يعني مثل ما نقول ليس لديهم عزيز في هذا الموضوع. العزيز الوحيد بالنسبة لإيران هو هرم النظام ولاية الفقيه الموجود في إيران. هذه كل ما تلعب به الآن في المنطقة إيران هي عبارة عن أوراق لتدعيم ولاية الفقيه في إيران وديمومة هذا النظام. بالتالي ربما تسمح إيران لحكومة مصطفى الكاظمي في مرحلة معينة إذا ما شعرت أن هناك رغبة أمريكية حقيقية للضغط اكثر على هذه المشت، ربما تسمح لحكومه مصطفى الكاظمي بقصقصه بعض رؤوس الميليشيات، بعض اجنحتها، لانها تدرك جيدا ان الدعم الامريكي للعراق في المرحله المقبله سيتوقف على ما تفعله حكومه مصطفى الكاظمي في المرحله الراهنه والمرحله القريبه. بالتالي الوضع الاقتصادي العراقي السيء والمتردي والوضع الاقتصادي الايراني السيء والمتردي، العراق منذ أن فرضت العقوبات الأمريكية على إيران
قبل ما يقارب 15 سنة، والعراق كان عبارة عن ثقب أسود لهذه العقوبات. كان العراق هو ربما الممر الرئيسي لإيران للتحايل على هذه العقوبات الأمريكية. شاهدنا نفطا يصدر من العراق وهو حقوق إيراني، شاهدنا عقود تجارية يوقعها العراق وهي لإيران، شاهدنا الكثير من التفاصيل التي كانت تتحايل من خلالها إيران على العقوبات الاقتصادية الأمريكية. بالتالي مثل أن العراق اليوم يعاني من ضغط اقتصادي هائل ومرعب، ربما سيؤدي إلى أن الحكومة ستكون غير قادرة حتى على تلبية رواتب الموظفين. طيب. أيضا بالمقابل أن إيران تعاني من هذا الضغط. ربما نعم. أن إيران تسمح خطوات مدروسة لحكومة مصطفى الكاظمي. نعم أستاذ إيان. في اسمح لي في هذه النقطة المهمة التي ذكرتها أستاذ إيان دريمي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد القادر، يعني إلى أي مدى تتفق مع الأستاذ إيان الدريمي بأن إيران ربما تعطي فسحة لحكومة الكاظمي من أجل أن يكون هناك يعني تنفيذ لمشروع التخادم الأمريكي الإيراني تحت الطاولة؟ يعني ممكن أن تضحي ببعض رؤوس الميليشيات أو أن تقصقص أجنحة الميليشيات إيفاء للرغبة الأمريكية في إطار هذا المشروع الإيراني الأمريكي المشترك؟ الإيرانيون هم الذين دخلوا العملية السياسية التي بنتها الولايات المتحدة الأمريكية بالرضا منها، وبالتالي هم جزء من تنفيذ المشروع الأمريكي في العراق وليسوا ندا للولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي سيستجيبون لأن نفوذهم ولأن طريقة هيمنتهم على العراق أهم من عملية شخوص أو أهم من عملية أن يكون هناك إعادة تدوير الملف لمراحل ما قبل 2014 من خلال ضم الميليشيات وليس قص أجنحتها، ولا الكاظمي سيلعب دور في حمايتها وليس قصقصتها. بالتالي سيعمد على إجراءات ربما بدل أن يقصفون أن يتم اعتقالهم عدة أيام ثم يتم تهريبهم إلى إيران أو إطلاق سراحهم. هذه الحقيقة الأدوار التي سيلعبها الكاظمي من خلال التوافق الموجود مع الولايات المتحدة، إلى ما أرادت إيران أن تعطي أشياء مهمة، لا سيما أننا مقبلون وهناك ضغط كبير سيكون من الإدارة الأمريكية داخل العراق لإنجاز بعض الملفات التي يمكن أن يستخدمها ترامب ضمن حملته الانتخابية. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية وصلت من خلال ألمانيا يعني قوات كبيرة من شركة بلاك ووتر لقاعدة حرير ولقاعدة عين الأسد، وبالتالي نتكلم أيضا عن دفعات جديدة وعن عملية جديدة من خلالها أعادت الولايات المتحدة انتشار قواتها وهي قادرة على إنجاز مهام قتالية داخل العراق. بالتالي هؤلاء حتى الميليشيات اليوم الشعب العراقي كله يقف ضدها، وبالتالي لا حاضنة شعبية. يمكن أن يكون أي إجراء عملي تنهار هذه الميليشيات، وربما سنشهد ضغطا أيضا عشائريا على المنتسبين خوفا على حياتهم ينسحبون من تشكيلات هذه الميليشيات الذين أغلبهم تم تجميعهم على أصل الراتب والحاجة المادية، وهم بالتالي ليسوا أقوياء، وقد رأيناهم باقتحام المنطقة الخضراء. لو كانت هناك حكومة تحترم نفسها هؤلاء لجرى اعتقالهم جميعا وهم مدنيون. بالتالي هذه القوة التي انتشرت قوة ضعيفة هزيلة لا تمتلك سوى الفوضوية، لكنها تسير في الشوارع وتستخدم سيارات الدولة وأسلحة الدولة، وبالتالي مطمئنة من أن هناك ليس حسابا عليها. لذلك تراهم حقيقة يتسيدون على الناس ويرهبون الناس، وبالتالي يستعرضون بكل طمأنينة. لكن لو كانت هناك إجراءات بسيطة لرأيت انهيارات كبيرة في صفوف هذه الميليشيات، لا سيما أن في وقتنا الحاضر جميع أبناء الشعب العراقي ناقم على هذه الميليشيات، ولقد رأيتم الرد العاطفية للشعب العراقي من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي حقيقة فرحت جدا بعملية الدورة. لكن هذه الفرحة هي عاطفية لأنه ما خلفها لم تكن هو إجراء حكومي حقيقي يراد من خلاله إنهاء دور الميليشيات من أجل بناء الدولة أو بناء نظام سياسي أو بناء قوة أمنية يمكن أن تكون واضحة، لأن هؤلاء ملطخ أيديهم الميليشيات بكل دماء العراقيين. لذلك إيران تريد كسب الوقت، تريد كسب المال على حساب العراق، ونفوذها محمي طريقها البري إلى سوريا عبر الموصل وعبر الأنبار سار المفعول، سيطرته على المنافذ واضحة، وبالتالي ما تريده
داخل العراق وخارج العراق في سفاراتها الأوروبية أيضا جاهزة لكل أنشطتها ولكل أعمالها. على هذا الأساس حقيقة إيران لا تفكر بالأشخاص ولا تفكر بأجزاء معينة، إنما تريد أصل الموضوع أن تبقى هي المهيمنة على تدمير العراق، وهي طبعا مقاولة استلمتها من الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003. لكن إرادة الشعب العراقي اليوم أقوى، ووعي الشعب العراقي حقيقة سيفرض على اللاعب الدولي كثير من المتغيرات في النفوذ الموجود في المنطقة وتصارع النفوذ وتبادل الأدوار. نعم أستاذ عبد القادر، بالعودة إليك أستاذ حاتم الفلاحي، بالتأكيد لهذه العملية تداعيات على المشهد العراقي، ما هي تداعيات هذه العملية؟ نعم، يمكن أن نقول هل ستوقف هذه العملية الصواريخ كاتشوتشي باتجاه القوات الأمريكية سواء كانت يعني مقار دبلوماسية أو كانت مقرات عسكرية؟ أنا أعتقد بأن هذه العملية ستجعل الميليشيات أكثر جرأة على تنفيذ هذه الهجمات ضد القوات الأمريكية في الفترة. ما الذي يجعل الميليشيات تتحدى الولايات المتحدة وتصر على قصف المواقع الأمريكية في العراق؟ الأجندة الإيرانية هي التي تدفع هذه الميليشيات وتحرك هذه الميليشيات في العراق، وبالتالي هم ينفذون رغبات وسياسات إيرانية في المنطقة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد بأنه الصراع يحتدم على الأرض العراقية، وتحول العراق حقيقة إلى ساحة صراع بكل ما تعنيه هذه الكلمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران على حساب المصالح العراقية في هذا البلد. والدليل على هذا بأن عندما تأتي الآن لترى ما هي الإجراءات الحكومية على ما جرى الآن، يعني عندما تقوم وتتحرك قوة عسكرية بدون أوامر وتسمح لها القوات العسكرية الأخرى الموجودة لحراسة بغداد والتي تفشل في حراسة بغداد من هذه القوات، إذن نحن أمام ازدواجية في القرار العسكري وازدواجية في القرار السياسي. والدليل على هذا بأنه الحكومة تريد إجراء حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بدون أن تخرج هذه القوات، والميليشيات وإيران تريد إخراج هذه القوات ولا تريد إجراء مثل هذا الحوار الاستراتيجي إلا لإجراء أو لبناء يعني نستطيع أن نقول اتفاقيات جديدة تضمن خروج القوات الأمريكية وأن يكون تواجدها ضمن شروط معينة وبحدود معينة يجب أن يتفق عليها الطرفين. إذن هناك إشكال في القرار السياسي، هناك إشكال أيضا في القرار العسكري الآن في الداخل العراقي، هذه الميليشيات تعمل خارج إطار الدولة. إضافة إلى هذا بأنه ما جرى من هذه العملية ستكون له تداعيات كبيرة جدا. أولا هذا الاحتكاك قد يدفع ميليشيات الحشد الشعبي لأن تكون أكثر جرأة في الاحتكاك مع القوات الأمنية ومع الشخصيات التي يستند عليها الكاظمي في 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 تنفيذ الإجراءات أو الأوامر التي يصدرها، سواء كان جهاز مكافحة الإرهاب أو كان جهاز المخابرات الذي يشرف عليه الآن الكاظمي بالوكالة. هذا أولا. المسألة الأخرى التداعيات السياسية قد تدفع هذه نحو الاصطفاف السياسي لوضع العصا في دلاب حكومة الكاظمي، وبالتالي لن يقدم على أي إجراءات ولن يسمح له بتمرير أي إجراءات يمكن أن تقوم بإصلاحات وتدفع العجلة إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، مما ستطيح بحكومة الكاظمي في الفترة المقبلة. والرجل عندما أقدم على هذه العملية هناك تصريح له يقول على الأقل عندما نخرج بأن تكون أيادينا نظيفة. إذن هو يعرف جيدا أنه سيخرج، بأنه هناك بأن هذه الميليشيات وهذا الأمر ستكون له تداعيات، قد تكون تداعيات سياسية وتداعيات عسكرية قد تؤدي إلى إنهاء مستقبله السياسي في العراق. لذلك نحن أمام إشكال حقيقي بالنسبة لسطوة هذه الميليشيات، يعني عندما يخرج ويتكلم الخزعلي ويقول يجب على هذه الحكومة بالمصطلح العامي أن تغلس، إذن يجب على البرلمان أن يصدر قانون بالتغليس حتى ينفذه رئيس الوزراء بهذه الطريقة. نحن أمام حقيقة أمام سطوة كاملة لهذه الميليشيات، هي من ترسم الإطار السياسي للدولة، ويجب على هذه الدولة أن تتحرك ضمن مقاسات معينة تحددها هذه الميليشيات وتحددها إيران. لذلك نحن أمام ازدواجية حقيقية في القرار السياسي وفي القرار العسكري، والتي ستؤدي إلى مزيد من الفوضى في العراق في الفترة المقبلة. نعم، هدد قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب بإحداث فوضى خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أن هناك تهديد مباشر لرئيس الحكومة الكاظمي نتيجة هذه المداهمة. أستاذ إياد الدليمي، يعني من وجهة نظرك بالتأكيد ثمة تداعيات كبيرة على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني في العراق لما يجري خلال المرحلة المقبلة، وخصوصا أن هناك مثل ما تفضل الأستاذ حاتم تقاطعا في الأجندة الأمريكية والإيرانية في هذه النقطة بغية تحقيق المشروع الأمريكي في العراق وله الأولوية.
يعني من وجهة نظرك يعني وصف الكاظمي للميليشيات بأنهم عصابات وأنهم أصحاب نفوذ وأوصاف كثيرة، يعني هل من تداعيات اقتصادية على العراق، لا سيما وأن الميليشيات هي بيدها القوة، مصدر القوة، يعني المنافذ الحدودية تتقاضى رواتبها من الحكومة وهي تعمل لصالح إيران، يعني كيف تنظر إلى تداعيات ذلك على المشهد الاقتصادي في العراق؟ يعني بداية أنا أعتقد أن عملية إطلاق سراح المعتقلين من عناصر حزب الله التي تمت قبل ساعة من الآن أضعفت جدا حظوظ حكومة مصطفى الكاظمي، وأضعفت جدا من قدرة وقابلية هذه الحكومة على تنفيذ الكثير من الوعود التي أطلقها السيد مصطفى الكاظمي خلال الفترة الماضية. كما نعلم أن نفوذ الميليشيات في العراق هو ليس نفوذاً عسكرياً وحسب، وإنما هو نفوذ سياسي ونفوذ عسكري ونفوذ اقتصادي. هذه الميليشيات اليوم متغلغلة في كافة مفاصل الدولة العراقية. بالتالي عملية محاربة هذه الميليشيات تحتاج إلى ربما يعني عملية من ثلاث مراحل. أولاً بحاجة إلى فتوى من السيد السيستاني لحل الحشد الشعبي كما أصدر فتوى بتشكيل هذا الحشد الشعبي. هذا الحشد الشعبي اليوم تحول إلى عبء على الدولة العراقية. الشيء الآخر، نحن بحاجة إلى قوانين تنظم وجود مثل هذه الميليشيات، أما بدمجها أو بتسريحها أو بأي شيء بشكل آخر أو بأي شكل من الأشكال. الأمر الثالث، نحن بحاجة إلى حكومة قوية، والحكومة القوية هنا أي الحكومة التي تأتي فعلا من رحم الشارع العراقي، من رحم الانتخابات العراقية غير المزورة. لا حكومة تشكلها الأحزاب وتشكلها الأحزاب التي لديها الكثير من هذه الميليشيات. بالتالي الكلام عن محاولات للسيد مصطفى الكاظمي للسيطرة على المنافذ البرية والمنافذ البحرية، الكلام جميل، لكن التطبيق، المسألة عند التطبيق، هل سيستطيع السيد مصطفى الكاظمي تطبيق مثل هذه الوعود؟ أعتقد أنه بعد العملية الأخيرة وما تم من إطلاق سراح المعتقلين من عناصر حزب الله، اعتقد ان يعني حظوظ وقوه وقدره وقابليه حكومه السيد مصطفى الكاظمي على تنفيذ الوعود التي ربما يعني مهمه جدا، خاصه في مثل هذه المرحله، عمليه السيطره على المنافذ الحدوديه البريه، يعني تدر يعني مبالغ كبيره جدا. للاسف الكثير من هذه المبالغ، وربما الجزء الاكبر من هذه المبالغ، يذهب الى هذه الميليشيات. الخزينه العراقيه تفقد الكثير بسبب هذه السيطره. هناك انابيب نفطية تصدر عبر الموانئ في جنوب العراق، معروفة، هذا الأنبوب للحزب الفلاني وهذا الأنبوب للميليشيات الفلانية. هناك فوضى كبيرة جدا في موضوع المكاتب الاقتصادية التي تدير هذه الميليشيات. ما جرى اليوم من عملية الإفراج عن هؤلاء المعتقلين أضعف كثيرا حكومة مصطفى الكاظمي، وأظهرها بأنها حكومة غير قادرة وليس لديها القدرة. حدود القدرة عند هذه الحكومة إلى الآن نستطيع أن نقول عنها أنها حدود إعلامية. محاولة تسويق هذه الحكومة على أنها حكومة ستقوم وستفعل. السيد مصطفى الكاظمي استعان ببعض الوجوه الإعلامية المعروفة لدى الشارع العراقي. هذه الوجوه ربما ترسم له سياسة إعلامية على أنه سيقوم وسيفعل وسينفذ، ولكننا في أول اختبار شاهدنا أن حكومة السيد مصطفى الكاظمي تنقص عن وعودها، وأنها تعود ربما إلى النقطة يعني نقطة الصفر كما يمكن أن تقال. بالتالي أعتقد أن عملية الذهاب بعيدا في الأمنيات والأحلام، حكومة مصر كاظم ستكون قادرة على السيطرة على المنافذ، أعتقد أن الأمر يعني مبالغ فيه كثيرا جدا. سيد مصطفى الكاظم أظهر ضعفا منذ اللحظة الأولى لتشكيله هذه الحكومة. سيد مصطفى الكاظم جاء بتوافقات هذه الأحزاب والقوى والميليشيات، بالتالي هو يدرك جيدا حدود القدرة عنده، ولا أعتقد أنه سيكون قادرا في المرحلة المقبلة على أن يفرض. شكرا لك أستاذ إياد. شكرا لك أستاذ إياد. أستاذ عبد القادر النايل، يعني إلى أي مدى تتفق مع ما تحدث به أستاذ إياد الدليمي؟ من المعلوم تماما أن حكومة الكاظم هي حكومة السوشيال ميديا، هي ليست فقط تريد تهتم بعملية كيف يمكن أن تنشر صورة الكاظم، يصور من الأرض، يصور من الأعلى، وبالتالي حقيقة اهتمامه بالصورة والظهور
على السوشيال ميديا أهم مما يجري من تطبيقات قراراته، وبالتالي هذه طبعا تعتمد أيضا على خلفيته أنه كان يعني هاوي إعلامي وليس إعلاميا. على هذا الأساس فإن كل القرارات التي اتخذها الكاظمي تراجع عنها في أي قرار مضى كلها، بالتالي حكومة الكاظمي حكومة ضعيفة وهي جزء لا يتجزأ من عملية الميليشيات الحالية، وهي تسير مصالح إيران بطريقة واضحة ولن تخرج عن هذا المسار. بالتالي نعم هناك صراعا حقيقيا، ما تفضل به سيارة العميد حاتم الفلاحي هو صراع العراق، حرب صراع حقيقية، لكن هذا الصراع تقوده الولايات المتحدة وليس حكومة الكاظمي. لذلك حقيقة عندما نقول أن هناك قوات عسكرية وصلت إلى العراق ومن ضمنها شركة بلاك ووتر، هو كلها من أجل التصعيد في مواجهة الميليشيات، والتصعيد ليس لصالح الشعب العراقي تأكيدا، إنما لصالح التصارع على النفوذ، لأنه إيران تجاوزت الخطوط الحمراء في العراق بطريقة الاستحواذ والهيمنة، بل أقول بطريقة الاحتلال الواضح والكامل للملفات العراقية. بالتالي حقيقة ما يجري كله على مستوى المنطقة يراد أن تبقى المنطقة هشة غير قابلة للاستقرار، وبالتالي الفوضى نعم قادمة على العراق. انهيار الاقتصادي كما حذرنا منه الآن هو على وشك أن يكون أقسى مراحله، الجوع والعطش معلم ظاهر، إضافة إلى الانهيار الصحي. بالتالي حكومة الكاظمي لم تهتم بهذه الملفات، لو كانت حكومة حقيقية لذهبت إلى الناصرية الذين يعانون اليوم من نفاذ الأكسجين ومعامل أهلية وليست حكومية في الرمادي تتبرع أن تكون مجانا تزويد المرضى والمستشفيات بالأكسجين. شكرا لك أستاذ عبد القادر. والحكومة لا تستطيع تشغيل مصانع الأكسجين الكبيرة التي تغطي حاجة العراق. إذا ما يحدث الآن حقيقة هو ليس اكتراث للشعب العراقي، الكاظمي يجيد فن لأنه تعلم من سيده أحمد الشلبي على فن المراوغة، هو يريد أن يطبقها لكن الوقت متأخر، وأظن الولايات المتحدة أيضا تعلم ذلك جيدا، واللاعب الإيراني يعلم ذلك جيدا. لذلك حقيقة الأحداث العراقية متشابكة وقابلة أيضا في الأيام والأسابيع القادمة لتطورات هائلة ومتنوعة، بالتالي ما يزيد الأمور غموضا أكثر، وبالتالي هناك تدهورات على جميع المستويات. شكرا لك أستاذ عبد القادر النايل. أستاذ حاتم أخيرا، يعني في دقيقتين، هذه العملية يعني بالنظر للحديث أيضا حديث الأستاذ عبد القادر النايل من تعقيب عليه، بالإضافة إلى أن موضوع هذه العملية هل أضعفت حكومة الكاظمي أم جعلت منها أقوى، أم أن الأمر هو لا يخرج عن إطار يعني تبادل الأدوار؟ نعم، لا شك بأن حكومة الكاظمي هي أصلا ضعيفة. هذا الرجل لا ينتمي إلى حزب، كما أن هذا الرجل هو ليس ضابط مخابرات حتى نقول بأنه تسلسل في مديرية المخابرات ووصل إلى ما وصل إليه مدير جهاز. هو رجل إعلامي كان مسؤول عن مؤسسة الذاكرة العراقية، ومتهم بمسألة الأرشيف اليهودي الذي وصل إلى إسرائيل، كيف وصل هذا الأرشيف إلى إسرائيل. وبالتالي نحن نتكلم عن رجل لا ينتمي إلى حزب ولا إلى كتلة سياسية، رجل جاء ضمن توافقات سياسية وضمن شروط معينة وافق عليها بالنسبة لإيران وبالنسبة لهذه الميليشيات، وبالتالي هذه العملية أضعفت موقفه بشكل كبير جدا. كما أن أعتقد بأن الوضع العراقي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت مواجهة الميليشيات في العراق، فأنا أتفق مع دكتور عبد القادر بأنها ستلجأ إلى الشركات الأمنية المرتزقة بلاك ووتر وغيرها لمواجهة هذه الميليشيات خلال الفترة المقبلة، لأنه عملية الإصلاح في العراق لا يمكن أن تتم بوجود هذه الأحزاب السياسية التي هي موجودة الآن في سدة الحكم، ما هي من تسيطر مع هذه الميليشيات المسلحة التي تفرض أرادتها بقوة السلاح. إذن نحن نتكلم عن عملية تحتاج إلى إصلاحات جذرية وليس إجراءات ترقيعية، مهما كان سواء كان الكاظمي أو أي شخص آخر يأتي لرئاسة الوزراء لن يستطيع أن يغير طالما هذه المافيات من الفساد موجودة، سواء كانت في بغداد في الوزارات أو سواء كانت في المحافظات، وبالتالي سيصطدم بإشكالات كبيرة جدا، لأنه المستفيد من الوضع العراقي على ما هو عليه هذه الميليشيات وهذه الأحزاب، وبالتالي لن يسمحوا بإجراء تغييرات يمكن أن تأتي بنهاية نفوذهم في العراق، سواء كانوا في سدة الحكم أو سواء كانوا بالنسبة للميليشيات المسلحة. كما أن إيران لن تسمح بتغيير الوضع العراقي وإضعاف نفوذها بشكل كبير جدا، علما بأن النفوذ الإيراني تراجع
منذ تشرين، يعني منذ مظاهرات تشرين وإذا إلى يومنا هذا تراجع بشكل كبير جدا، ولكنه لا يزال قويا ولا يزال يسيطر على مفاصل حساسة وحيوية في الدولة العراقية. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوف الكرام، ضيفي في الاستوديو الأستاذ العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، وأشكر ضيفي من الدوحة عبر سكايب الأستاذ إياد الدليمي الكاتب والصحفي العراقي، شكرا لك أستاذ إياد. حياك الله أخي وسهلا. ونشكر أيضا ضيفنا في من عمان عبر سكايب الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك أستاذ عبد القادر النايل. أهلا وسهلا. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر، في أمان الله.